السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات ميلا ميلا. نتمنى ان شاء الله راكم كاع ملاح يا ربي. اليوم جبت لكم وصفه المطلوع بالفرينه، يطيب في الطاجين ويتحضر بالملعقه، ما فيهش كاع مجهودات. نتمنى ان شاء الله الوصفه تنجح لكم. قعدوا مع المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا ندير مغرف تاع خميره الخبز مع مغرف تاع السكر، ملعقه تاع اكل، ندير كاس ونص تاع الماء دافي، ما يكون دافي، كاس اللي تبغوا تكيلوا به الماء وتكيلوا به الفرينه. نخلط كيما هكا. هنايا نبدا نضيف الفرينه، ندير الكاس الاول نغربلوها بطبيعه الحال، نزيد نضيف الكاس الزاوج، هنا الفرينه مداري نخدم بها، نعرفها كي دايره. نتوما لا تشوفوا العجينه تاعكم تتلصق بزاف، تنجموا ديروا تلت كيسان ونص تاع الفرينه. انا غادي ندير غير تلت كيسان، هنا على حسب النوعيه تاع الفرينه تاعكم. كاس تالت هاولا تلت كيسان درتهم، نغربلو الفرينه كيما قلت لكم، نديروا الملح، دير نص مغرف كبيرة، نص ملعقة كبيرة، ونخلط غير بالمغرف كيما هاكا. المغرف هذه تاع اللوح، ملعقة تاع الخشب، نخلط مليح العجينة، هنا إلا قل المطبخ تاعكم يكون حامي، تكونوا شاعلين الكوشة ولا الحاجة ولا باش تحملكم بالخف. هاي انا لميتها غير كيما هكا، ما درت تقلق تقعد كيما هكا تتلصق. نغطيها دروك ونخليها واحد الخمس دقائق تخمر لي. هنا هاي لفاتت خمس دقائق، هاي العجينه كي تقعد نهود هذيك الخميره كاع كيما هكا، ونزيدو في زلافه ولا ريسيبيون ولا اي حاجه نزيدو الفرينه، ونبدو نديرو لها كيما هاكا كلي نلمو فيها تقعد هاكا تتلصق. معليش باش المطلوع يجي خفيف، انا نجيب هذا ورق الطهي نستعمله، نفد ديك العجينه تاعي ونحطها هاكا فوق الورق الطهي، ونقعد نقرص فيها كيما هاك، ونخليها تخمر لي تاني خمس دقائق واحده اخرى، ماشي بزاف. هذا مكان هنا بعد ما فاتت خمس دقائق، انا ما بغيتش نقلع ورق الطهي باش هكا تجيكم العمليه تجينا سهله. نقصوا الفرن ونخلوه يطيب شويه، من بعد نقلبوه، نقعدوا نقلبوا فيه كيما هكا ساعه ساعه، نقلبوه ما نخلوهش تاي، ومن بعد نبداو نديروا له هكا في الجوانب، نديروا سرابيت باش ما يحرقناش. وهاي النتيجه تاعه كيجي ما يشدش الوقت بزاف ويجي خفيف وطري. ها ولا ها باش تشوفوه كيجي وجبنين. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتنجح لكم الطريقه، نقسم لكم باش تشوفوا كيجي. ها ولا كانت هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، هذا المطلوع تاع الملعقه. نتمنى ان شاء الله تجربوه. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك واللايك مع وصفات ميلا ميلا. سلام.